السلام عليكم الحبيب ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم حليوه ديال العيد ديالي، العيد الاضحى، اللي كنتمنى تعجبكم ودنا الاعجاب ديالكم، وتبقاو معايا حتى تشوفوا الفيديو النهايه وتشاركوا معايا هاد الحليوه اللي غادي نحط معكم، ونتمنى تعجب الجميع ودنا الاعجاب ديالهم. المهم كنسلم على عائلتي وحبابي داخل المغرب وخارج المغرب، خوتي وخواتاتي، عماماتي وخوالي وخوالاتي، وجميع عقايزي وعقايزاتي والويساتي والاخت ديالي وبنات اختي والعائله كلها والعمام فين ما كانوا. كنسلم عليكم وتنقول لكم عيد مبارك سعيد بالصحيحه والسلامه وطوله العمر، وباش تمنيتو لكم والوليدات ديالكم، وكل عام ان شاء الله يجي عيد ويلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال احسن الظروف، وانتم دائما بصحه جيده يا ربي، واللي يطلب يطلب الصحيحه والسلامه، والله يجمعنا في ساعات الخير ويرفع علينا البلاء والوباء، ونتجمعوا يا ربي ان شاء الله يا ربي، علاش لا. وهذا هو الحلوى اللي غادي نشارك معكم اليوم، واجيو معايا الكوزينه ونشارك معكم الصابلي ديالي اللي غادي ندير اليوم، ونتمنى يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، وتبقاو معايا حتى لنهاية الفيديو، وديروا لايك وديروا اشتراك وتشتركوا معايا ان شاء الله، باش القناه كتحفظ وتزيد قدام بكم، باش كتخليونا دائما نعطيكم الجديد ونزيد لكم داكشي اللي عندنا ان شاء الله نشاركوه معكم. والسلام عليكم، وخليكم معايا البنات واجيو الكوزينه. صباح الخير عليكم الحبايب ديالنا، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وعواشركم مبروكين، ندخلوا عليكم بالصحيحه والسلامه وطوله العمر، وباش تمنيتو عيد مبارك سعيد للجامع يا ربي. نتمنى كل شيء عيد، كل شيء يسهل عليه الله، حتى واحد ما يبقى بلاش ان شاء الله يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم الحليوه ديالي ديال العيد، وخا العيد الكبير تيكون العيد ديال اللحم ماشي ديال الحولي ماشي ديال الحلوى، غير ولفنا. المهم نديرو هاد الحليوات كما كتشوفوا، بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين، وبارك على الحبيب المصطفى. كما تشوفوا غندير الصابلي، وندير جوج ديال الغريبات، وندير وحده ديال اللوز ولا كاوكاو انتما بالورقه. كما تشوفوا غريبه عندي هنا الجنجلان والكاوكاو باش غنديرها، وعندي صبق وعندي ديال السميده، هيا كما تشوفوا غنديرها بالكوك. وغندير دابا معكم الصابلي، هو اللي غادي نشارك معكم ان شاء الله يا ربي، ومن بعد غنوريكم الحليوات ديالي اللي درت في العيد كلهم، ونتمنى يعجبوكم وينالوا الاعجاب ديال المشاهدين ديالي اللي كيتابعوني دائما في القناه ديالي، حيت ولفنا نشاركو معكم هكذا الحليوات ديالنا من الحليوات ديال العيد. غادي نشارك معكم ماشي حاجه ماشي كلشي البنات، لا نوصل الكاميرا نمسح السيل ديالي مزيان، البيض يكون عندكم درجة الحرارة المطبخ، والزبدة حتى هي كما كتشوفو أنا غندير زبدة، ندير هادي كلها حتى غندير تقريبا فيها نص كيلو، حتى غندير خمسة ديال الشكيلين منو، مغاديش نعجن نعاود، ندير غير عجينة وحدة، الزبدة تكون هكا زبدة رطبة من درجة حرارة المطبخ. انتم هنا بقى السكر الصابلي ديالي ديما البنات كنديرو معاكم، هو هذا الصابلي نفس الصابلي اللي غادي ندير، نجيب سنيدة سنيدة أبيض رطبة، ماشي داك سنيدة اللي تكون غليظة، هما كي تشوفو غندير جوج كيسان، واللي بغا يدير كاس ديال سنيدة أو كاس ديال سكر كلاصي يديرو، أنا غندير غي سنيدة، غنخدم هاد سنيدة مزيان مع هاد السكر مع هاد الزبدة.
نخدمها مزيان حتى تخدم. البنات لحقها وريقها تقرقب الطاجين. دي باش نسربي حيت اليوم العيد مابقالو غير 3 ايام. حنا عندنا هنايا نعيدو ب 30 ان شاء الله. انا كندير الحلوى ديالي السبت. كيبغى ديك الساعة ديرو نكهات، ديرو لي بغيتو. فاش تفرقو العجينة ديالكم ديرو الحامض، ديرو الفاني، ديرو النكهات لي بغيتو غادي ديروهم. فاش تفرقو العجينة أنا غادي نزيد كاس ديال الزيت. صافي كلشي كيعرف يديرو. المهم اللي بغا يعجن غير شويه بشويه يمكن ليه يعجن يفرق هاد الزبده على جوج، دير غير بربع ولا بالغرام ولا باش ما بغيتو. غتعجبني نعجن العجينه في مره ونديرها في الثلاجه ونفرق هذيك الساعه على الشكل اللي بغيت. الساعه كندير النكهات اللي بغيت كل وحده باش كنسمها. المهم كنعجن عجينة الصابلي في الاول عادي. الخدمه ديالها هي اللي خصكم تخدموا الزبده مزيان باش يطلع معكم الصابلي ما كيعواش ويجيكم الصابلي زهر. مازال غنستم بالفاني. ها هو عندي الفاني السائل، عندي الفاني ديال الفنيشات، وندير الحامض. بارك الله ما شاء الله غادي نعطي واحد كمية كبيرة. اللي بغى يفرقها من حتى هكا فاش يخدمها وفرقوها هكذا، وكل وحدة عجنوها بطريقتها. اللي بغى يخلطها بكل شيء ما يديرش دابا النكهات يدير هكذا، يدير طحين خطرة. واللي بغى يفرقها حتى على حساب الدقيق غادي تجيبو زليفات كلها شكل غديروه بوحدو، ديرو له الطبيق ديالو. كما تشوفوا تخدمت مزيان، هي تدل على شكل كريمه تيبقاش فيها ديك الحبيبات لا ديال السكر ولا الزيت باين. هانتوما دابا غندير البيض. انا عندي البيض صغار غادي ندير ربعه ان شاء الله. ياش
واللي عنده البيض كبير يدير غير ثلاثه. انا عندي صغير البيض اليوم. الزبده دابا البنات تسخن الحل كديرو كطلق بوحدها نتوما حتى تشوف كطلق الزيت ديالها. صافي بعد ما خدمتها مزيان البيض مع هذا الشيء وكذا مزيان، دابا غادي نبدا نضيف الطحين شويه بشويه. وانا كنضيف الطحين على حسب الخليط اللي عندنا، ما غاديش نقول لكم شحال حيت انا دايره زبده كثيره، دايره جوج كيلو هنايا تبارك الله البنا، غادي تجيني ديال كيلو ديال الزبده. كيما قلتلكم اللي بغا يديرها بشويه بشويه غادي يعبر حتى الدقيق، هذه دهز لي حتى الكيلو زياده ديال الدقيق، كيلو ونص تقريبا. غندير الطحين مع العجينة ديالي معكم ونرجع معكم ان شاء الله يا ربي. الطحين غندير غير شويه بشويه وهنا كنجمع. ما يكونش جاريه بزاف، ما تكونش قاصحه بزاف، نتوما الطحين دائما يكون نوع مزيان ديال الحلويات، تقدر تكون ليك البيض مزيان تكون صافي في البيض. دابا ما غاديش البنات لا ندلكو لا والو، نخلطو غير الطحين هكا على راس الاصابع الصابلي باش كيجي مزيان، وهو ما دع الكوش ليه الدقيق وعجنو غير براس الاصابع. انا ضفت كيلو ديال الدقيق دابا، مازال غادي نزيد نسالي الجمعه ونرجع معكم ان شاء الله. كما تشوفوا بعد ما جمعتها هي صافي غير براس الاصابع كما تنقول لكم. انا هزات لي كيلو ونص ديال الدقيق، شحال بقى لي من نص الكيلو من الكيلو، هزات لي كيلو ونص صافي. دابا غادي نفرقها في الميكا نديرها في الثلاجة ونخليها ترتاح باش كتشد راسها ديك الزبده ما تبقاش سايحه، ونرجع ندير الغريبه ديالي ونرجع معكم نوريكم الشكيلين ديال الحلوه اللي درت. ونتمنى يعجبكم وتخليهم لي في التعاليق ديالكم. الا كانت كتعجبكم المحتوى ديال الفيديوهات اللي كنحط معكم خليوها لي في التعاليق، الله يجازيكم خير الجزاء ويطول عمركم. والمهم بالتعاليق ديالكم باش كتحفظونا وتزيد القناه لقدام ان شاء الله يا ربي. وخليكم معايا الحباب حتى نسالي الحلوه ديالي ونرجع معكم. دابا هذه غريبه ديال السميده كما كتشوفوا ها هي، دابا تنصاوبها كندير يدي في المزهر. والعجينه ديال الغريبه السميده كلها تعرفي دايره هانتوما تتشوفوا، مغطيها بواحد الميكا باش ما كتشربش دغيا، درت فيها انا شويه ديال البرميسين هكذا، والكبر على حسب استطاعه. وديما ديروا يديكم في المزهر مزيان باش كيدير لها ديك القشره مع السكر كلاصي باش كيجي زوينه صراحه. تمام
ومن بعد غادي نعجن عاوتاني وريبه اخرى ونرجع ندير هذيك الحليوه ديال الكاوكاو وصافي احنا مساليين. هذه هي الحليوه ديال العيد. الصابلي ديالي شكلت منه 4، غادي نشكل منه 4 شكيلين مع غريبه مع الفقاس. بارك علينا، حاجه سهله وبسيطه. انتما مع دابا كما تعرفوا راه سخون الحال، ما كتكلش الحلوه بزاف صراحه. سكر كلاصي تيكون هذا النوع ممتاز، هذا تيكون تيبقى شاد في غريبه. صافي باش ما نطولش عليكم الفيديو حتى نسالي ونرجع معكم. باش تشوفوا الحبيب ديالنا، هي الغريبه ديالي بعد ما طابت ساليت. صافي البنات، عطاتني هذيك الكيلو، عطاني هذه الكميه، واش كيدايره البنات؟ مشققه ما شاء الله. قربها لكم الكاميرا واعره. هاد الغريبه هذه انا كتكون عندي معتمده في الاعياد ديالي، كتعجبني صراحه ونتمنى تعجبكم يا ربي ودنا الاعجاب ديال المشاهدين. دابا غادي نعجن غريبه الاخرى ديال الشنجلان، ديال الشنجلان وكاوكاو ان شاء الله يا ربي. دابا غادي نعجن غريبه الاخرى، ما تندير فيها لا بيض لا والو. هاد الزبده غادي نفرقها على جوج، ما غاديش ندير الزبده كامله، ما غاديش ندير بزاف، نديرها قليله 250 غرام ديال الزبده اللي غادي ندير. كما تشوفوا 250 غرام، نص كيلو كنفرقوه على جوج، هانتوما 250 غرام. غادي ندير السكر كلاصي واحد الكاس، ونزيد شويه ديال السكر حبيبات باش غنخدم هاد الزبده. صافي ما غاديش نحلي، ما كنديرش انا الحلاوه بزاف، شويه ديال الفاني السائل باش كيخدم لي الزبده مزيان. مكنحتاجش الزبده تخدم مزيان مزيان. صافي غادي نضيف جوج كيسان ديال الزيت، كاس ونص ديال الزيت عفوا، نص الكاس ماشي بزاف، نص زويته هي. اللي بغى يدير كلشي دقه واحده يمكن لي يدير البنات، حتى كلشي هي كثيره بزاف، انا ما فيها لا بيض لا والو، الزيت والزبده. عجبني انا نخدم الزبدة مزيان باش ما كتبقاش دير لي ديك الحبيبات. نضيف الشنجلان، الا بغيتو تحمرو شويه غادي تحمرو، نضيف كاوكاو، هذه كتجي روعه. الا بغى يزيد حتى شويه ديال الكوك كنلو يزيدو، ندخل في هاد الكاوكاو مزيان هذا الزبده. الكاوكاو ما تيكونش مدقوق بزاف البنات، باش فاش تاكلو هذا كل غريبه تاكلو ديك القرمشه ديال الكاوكاو فيه.
ديال الماء ولا ماء الزهر. صافي دابا غندير الدقيق على حسب الخليط كي بغيتو تخليوها نتوما، خاصها تكون قاصحه شويه. صافي تندير الطحين ونرجع معكم. هذه هي غريبه ديالي. صافي بعد ما جمعتها درت لها ثلاثه د الخميره د الحب والكيلو والباني ديروه ولا كاين الجنجلان، نسمه الجنجلان كافيه. انا درتو زدتو صراحه. صافي دابا غادي نغطيها باش ما تنشفش. كما تشوفوا تكون قاصحه البنات وتكون مخدومه مزيان، تخدم هي هكذا مزيان. واللي عنده ديك الطحانه ديال الكفته يخرجها منها، اللي ما عندوش يخدمها بيدو هكذا مزيان مزيان باش كتجي مفقعه محلوله مزيان. تيجي فيها واحد المذاق رائع. كي قلت لكم اللي بغى يزيد تلكوك يمكن له يزيدو. انا اكتفيت غير بكاوكاو وجنجلان زلافه زلافه تقريبا، طحين واحد الزلافه حتى هي، لان تيكون قد الطحين قد الجنجلان. جوج زلايف الطحين عفوا عامرين باش عبر داك الجنجلان نيت. صافي دابا غادي نحطيها ونبدا نجمع. صافي هكذا ونرجع نوريكم الشكل ديال. هذه هي عجينه الحلوه ديالي ديال اللوز كما كتشوفوا. هي درت لها جوج كيسان ديال الدقيق، معلقه صغيره ديال الزبده، صفار بيضه، ومعلقه سنينه ديال السكر كلاصي، معلقه الزيت، وكنعجنوها كندلكوها واحد 5 دقائق هكا باش كتكون مخدومه مزيان. نتوما كما كتشوفوا تضغطي لنا ونديروا الماء باش نعجنوا. انا درت غير داكشي قليل، ما عنديش اللوز بزاف. نتوما صافي باش غنديرها واحد 50 حبه ولا كاينه هنا. صافي دابا غادي نخلي حتى نصاوب الحليوه ديال اللوز ديالي ونوريها معكم ان شاء الله. بعد ما غادي نكور هذا كاوكاو هكذا. عندكم اللوز ديروها باللوز، عندكم كاوكاو المتواجد في البيت المتوفر عندكم يمكن لكم ديرو به، ماشي ضروري باش نديروها بالحليوه اللي عمرت بها الكاوكاو. البنات كي جات زوينه دابا صايبتها وزينتها درتها على الطريقه هذه، درت لها واحد العقيقه من الفوق باش كتغطيها ديكور زوين. ها هي كما تشوفوا. صافي هذا هو الشكل ديالها. دابا بقى لي الصابلي ديالي غادي نمشي نصاوبو. هذا هو الشكل النهائي ديال هذه كما تشوفوا على هذا الشكل. تجي كتجي روعه. هذه من ديم حلويات ديال اللوز تاع هي. اللي بغى يديرها باللوز يديرها، اللي بغى يديرها بكاوكاو. انا صراحه في المذاق تعجبني كاوكاو فاش تيكون محمر وزين، تجيني في المذاق الحلويات تجيني زوينه. صافي يا البنات دابا غادي نمشي نصاوب سميتها الصابلي ديالي ونرجع معكم. السلام عليكم البنات، ها هي الحليوه ديالي اللي شاركت معكم اللي صايبت معكم في هذا عيد الاضحى. اللي نتمنى لكم عيد كريم وعيد مبارك، ونتمنى كل شيء عيد كل شيء يشري الحولي وما الحال. هذا العيد هذا ديال الحولي وديال اللحم والناس تيبغيو يفرحوا مع وليداتهم يولفنا هذه الحلوه. المهم انا ولفت كنصاوب شويه ديال الحلوه. هي هذه الحليوه اللي شاركت معكم. هذه غريبه ديال السميده وغريبه ديال الجنجلان وكاوكاو. هذا الفقاس اللي درت معكم بالشوكولاط والكوافي المور كاكاو المور كما كتشوفوا. هذه حليوه حتى هي كندار على شكل صابلي شميشه، ولكن كدار بالنوكا كتجي روعه ورائعه. هذه ديال الشوكولاط ها هما كما تشوفوا بريستيج هي كيف تشوفوا روعه حتى هي كتجي زوينه بزاف صراحه وتستاهل التجربه. هذا حتى هو ديال الشيكولا. هذوما الشكيلين اللي خرجت من ديك العجينة الصابلي اللي وريت معكم. مازال واحد الشكيل هذا البنات كما تشوفوا. هذه هي اللي درت معكم ديال كاوكاو. هذه كاوكاو
كاوكاو واللوز اللي بغى المهم يديرها بكاوكاو يديرها، اللي بغى يديرها باللوز يديرها. انا درتها بكاوكاو، تنزل على شكل مقروط، كتجي روعه وكتجي رائعه وكتجي بنينه صراحه، كتجي تستاهل التجربه. وهذا مكان الحباب، هذه هي الحليوه ديالي. مازال واحد الشكل اخر، هذا الشكل الاخر حتى هو كيندار على هذا الشكل، حتى هو بريستيج، كيجي رائع وكيجي زوين. هادو هما اربعه شكايين خرجت انا من هذا العجينه الصابلي، خرجت منها خمسه، خرجت منها هذه ديال النوكا وهذه ديال الشيكولا. المهم هذه عجينه وحده البنات كديروا منها كتفننوا كي بغيتوا، الا هذه اللي عجينتها مخلفه. هما هادو انا بخمسه شكايلين، سته شكايلين، كلهم نفس العجينه. ايوا نتمنى تعجبكم الحباب هاد الحلوه، وهذا هو الشكايل ديال الحلوه ديالي. وقولوا لي في الكومونتير ديالكم وفي التعليق واش كنعرف ندير الحلوه ولا لا، واش نستهلكوا باتيسريه ولا لا. المهم البنات كنشارك معكم داكشي اللي كندير، وكنبغيكم وكنحماق عليكم، وكنقول لكم عيدكم كريم، عيدكم مبارك بالصحه والسلامه وطول العمر وباش تمنيتوا ان شاء الله يا ربي. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي. التستيف كيبقى على حسب الذوق ديالكم، كما بغيتوا غادي تقدموا الحلوه ديالكم. انا قدمتها على هذا الشكل، هذا العيد هذا كما كتشوفوا درتها في هذا البلاطو، ودرتها على هذا الشكل هذا، درتها في هذا السينيه دايره صراحه، وكتكون رائعه وتكون هكذا زوينه. التقديم كما قلت لكم غادي ديروا شكلين كلهم وتقدموهم على الشكل اللي بغيتوا نتوما، انا بغيت على هذا الشكل هذا. نتمنى تعجبكم ونال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى يوم جديد وفيديو جديد، الى بقى العمر. ونتلاقاو البنات ان شاء الله، عيدكم كريم مبارك سعيد ان شاء الله على الجميع، المسلمين والمسلمات داخل المغرب وخارج المغرب، الاهل والاحباب ديالي اللي تنسلم عليهم كلهم وتنقول لهم مبروك عيدكم، تعيدوا وتعودوا بالصحيحه والسلامه وطوله العمر.